شوفوا لون التحمير أغرمت فيه، حبوه معايا. وصفة اليوم فرنش توست محشي بالجبنة مع صوص العسل والبرتقال. أعشق الفرنش توست، بس آخر مرة أكلته قبل سنتين في كافي. أدري فترة جدا طويلة، بس اليوم قررت أسويه في البيت. تبغوا تعرفوا ليش اشتهيته بعد هذه الفترة؟ أول سبب شفت بالحسابات يعملوا فرنش توست محشي، فمرة اشتهيته. حشوات مختلفة مثلا فول سوداني أو مربى، إضافة إلى صوص الشوكولاتة وغيرها من الحشوات اللي من جد من جد تشهي. بس أكثر حشوة اشتهيت أسويها الجبنة، لأني أعشق المالح مع الحلو. وثاني سبب طحت على أفران الحطب، لقيت إن منتجاتهم أفضل من غيرهم، وخبز البريوش عندهم بدون مواد حافظة. سوى الحمد لله، هنا كان آخر واحد من نصيبي، حسيت إني فزت يا جماعة. وهنا جهزت الحشوة، جبنة كريمية مالحة. الفرنش توست باختصار عيش توست أو بريوش يتنقع بمنقوع البيض والحليب والقرفة والسكر، وأنصحكم بجوزة الطيب وتتحمر بالزبدة، والإضافات اختيارية والتزيين اختياري ما بين الفواكه وسكر البودرة مثلا أو المربى، ونحليها بميبل سيروب أو عسل. جربوا تضيفوا معاها بشر برتقال، طعمه مرة يمشي مع القرفة. بس أهم شيء وانتوا تبشروا ما توصلوا الطبق البيض عشان ما يطلع معاكم مر. أنا في جزء واحد بس أضفت شوية من البياض عشان أبغى نكهة المرارة، ما حينذاق الطعم بس حتوازن النكهات. والبرتقال أخذت نوع حامض بس عشان أحفز جميع مستشعرات اللسان، الحلو والمر والحالي والحامض، في النهاية حتكون النكهات متوازنة. بالمناسبة خلوني أقول لكم، في حاسة خامسة اسمها حاسة الأمامي، غريب اسمها صح، بس هي تركيبتها كذا. إيش معنى كلمة أمامي؟ أمامي كلمة يابانية تم إنشاءها في القرن العشرين، والمعروفة شعبياً بطعم لاذع ولطيف وبأنها نكهة متوازنة وغنية. وأكد العلماء مستقبلات طعم أمامي على لسان الإنسان في عام 2002، وتم تركيبها على يد البروفيسور كوكوناي إيكيدا بعد ما لاحظ نكهة جديدة للطعام غير تقليدية وفيها توازن أكثر، مختلف عن الطعم المر والحلو والمالح والحامض. هنا البروفيسور ركبها من كلمتين، أوماي بمعنى لذيذ ومي معناها طعم، فصار الطعم لذيذ. شوفوا توزيع المستشعرات في اللسان وشوفوا الأمامي فين. ومن خلال بحثي في تاريخ الفرنش توست، لقيت أن أكبر الطهاة الفرنسيين يأكدوا على نقطة مهمة في الفرنش توست، إذا حطيناها بعين الاعتبار حيطلع معنا الفرنش توست مثالي. إذا كان الخبز ناشف بمعنى يكون بايت من يومين إلى 3 أيام، حيقدم لنا نتيجة أفضل لأن حيكون فيه الامتصاص عالي، أفضل من أنه يكون فريش وطري. بعد ما حشيت البريوش أغمسه في الخليط لمدة 10 ثواني مو أكثر، وقلبوه من كل الجهات وأرفعوه بس ثواني عشان السوائل الزايدة تنزل، وعلى نار جدا هادي أضيف زبدة وأضيف البريوش. أبغاكم تسمعوا هذا الصوت الفوضوي والممتع في نفس الوقت، خلوا النار هادية وانتبهوا عليه عشان لا ينحرق معاكم. واو، أهلا بالوضع المثير. وصار جاهز للأكل، ومهم يكون التحمير زي كذا، لما تاكلوه طري من جوا ومقرمش من برا. فعلا الطبق أوفر لذيذ.